هي نصيحة مسمومة حين طلب الرئيس رفيق الحريري من رستم غزالي إحالة محاولة اغتيال مروان حميده على المجلس العدلي. هذا ما أوضحه النائب غازي يوسف للمحكمة الدولية التي استمعت إلى شهادته لليوم الثاني على التوالي. لكنه عم بقول له لرستم غزالي أنه أنتوا عاملينها، أنه أنتوا وراها، وحتى تعطوا انطباع، يعني صورة تمويه، كاموفلاج، ميك اب، أنه أنتوا ما دخلكم حلو على المجلس العدلي. غزالي قال للحريري: نحن لا نريد كسر ولي جملاط، فلو كنا نريد ذلك لكنا كسرناه. مهم جدا هذا المقطع، حيث أن رسم غزالي يقول بكل صراحة أنه عندما يريد أن يكسر سياسي في لبنان باستطاعته أن يقوم بذلك. لقاء الحريري وغزالي كان تمحور حول الانتخابات النيابية. الرئيس رفيق الحريري يقول رسم غزالي بكل وضوح وبكل ثقة أنه هو ووليد جنبلاط سيخوضوا هذه المعركة سويا، وهم من سيكونوا الأكثرية. وهنا يقول له بكل صراحة لرسم غزالي: إذا بتعتقد أنه أنا وليد حنكون بالضفة الأخرى، يعني بالمعارضة، وأنتوا في مكان آخر، إذا بتعتقدوا أنه أنتوا في هذا المكان الآخر سيكون لكم أكثرية فأنتوا غلطانين. ما عندي شك أنه الرئيس الحريري في هذا الحديث كان قد وضع أسس عدم التعاون مع النظام السوري. ورفعت الجلسة على أن تحدد المحكمة موعدا لجلسة استماع أخرى ليوسف الأسبوع المقبل وعبر نظام الشاشات المتلفزة.